الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. بعد ما عرفت بقى الفروق ما بين أو الفرق ما بين الجلوبال variable scope واللوكال variable scope وداخل جافا سكريبت، وعرفت ان الجلوبال variable ممكن تستدعيه من اي مكان في جزء من اجزاء المستند طالما سبق التصريح عنه، حتى انسايد حتى انسايد حتى داخل الفانكشنز اللي انت مصرحتش عنه جواها طالما مصرح عنه فوق. نقول طيب ما انا علشان بقى اريح دماغي من القصه دي، ما اخلي كل الفاريبلز بتوعي جلوبال سكوب، يعني كل السكوبس كل الفاريبلز اللي احنا نستخدمها في جافا سكريبت كود سكريبت تبعي اخليها كلها فاريبل، اخليها كلها جلوبال. نقول لا ما تحاولش تعمل كده. الجميل يا جماعه في لوكال فاريبل سكوب انها بيتم تنفيذها داخل نطاق عملها بس. بعد ما تنتهي الفانكشن يا جماعه من تنفيذ الكلام ده، الفانكشنز بعد ما تخلص التاسك بتاعتها، البراوزر يعمل لها ديسكارد. يعني ايه؟ يعني المتغيرات دي بتموت بمجرد ما ان الفانكشن تتنفذ. الامر ده بيوفر لك حاجات كتير، منها انك تقدر تستخدم نفس الاسماء اللي انت استخدمتها دي طالما الفانكشن دي مهمتها خلصت، فتقدر تستخدم نفس اسماء الفانكشن دي في فانكشن تاني راح تتنفذ بس بعد الفانكشن دي ما تخلص، ومن غير وانت تبقى مرتاح جدا انه ما راح يحصل فيه اي كونفليكشن. الجلوبال فاريبلز يا جماعه معنى انها جلوبال فاريبلز انها بتفضل دايما متخزنه في ذاكره المتصفح طول ما السكريبت بتاع جافا سكريبت شغال، فبالتالي دايما بيكون في استهلاك للريسورسز بتاع المتصفح، ودي حاجه انت مش محتاجها مقاما وانت في غنى عنها في كل الاحوال. النقطه الثانيه اللي احنا عايزين نحكي فيها قبل ما ننهي السيشن ده، بيكون حاجه اسمها الباس باي فاليو، يعني البيبر باس باي فاليو. عندي فانكشن، الفانكشن ديت فيها اسمها ماي فانك، فيها اثنين بارامتر، البارامتر الاولاني اسمه بارامتر واحد وانت عارف ان ده فاريبل، والبارامتر الثاني اسمه بارامتر اثنين وانت عارف ان ده فاريبل، وكاتب فيها جمله استدعاء واحده بس، استدعي لي بارامتر واحد وبارامتر اثنين، ورحت مستدعي الفانكشن وحطت من تحت بقى حاجتين اثنين قيم معينه. القيم دي يا جماعه اسمها ارجومنتس. الفرق ما بين كلمة بارامتر وما بين ارجومنت، لو انت بتتابع توتوريالات تانية او بتقرا في شروحات اجنبي، البارامتر هو اسم المتغير اللي بيتحط جنب الفانكشن، انما الارجومنت ده عبارة عن القيمة اللي هيتم تمريرها جوه المتغير ده، وده مسألة الباسنج او تمرير القيم. يبقى انت عارف ان ارجومنت واحد راح يتم تمريره البارامتر واحد، فلما تيجي تكتب لي بارامتر واحد راح يتم تمرير القيمة بتاعت ارجومنت واحد، فيظهر لك ارجومنت واحد وارجومنت اثنين. حلو كده؟ جميل خالص. النقطة اللي ممكن تعتبر اندبث شوية، هل يا جماعة الفاليوز ديت افكتد، يعني بتتأثر؟ لا ما بتتأثرش. اللي بيحصل يا جماعة اني الفانكشن بتاخد ايه؟ لما بيتم استدعاها تقول بص يا سيدي انا ارجومنت واحد القيمة دي انا هاخد منها كوبي، هاخد منها كوبي واسكنها في البارامتر 01، فلما تيجي انت تستدعي بارامتر 01 بتستدعي النسخه اللي تم تخزينها من ارجومنت واحد، لكن القيمه ارجومنت واحد بتفضل زي ما هي. وخد بالك من النقطه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.